تحياتي لكم في هذه الأمسية المميزة. نحن هنا جميعا لحضور عروض أزياء وإطلاق مجموعة من المصممين العمانيين. نفتتح العرض الأول مع المصمم العالمي ومصمم الخليج الأول وليد عطلة في مجموعة صممت خصيصا لهذا الحدث الكبير، أطلق عليها اسم عروس عمان، اسم استوحاه وليد عطلة حبا وتقديرا لشعب عمان الطيب وهذه الأرض الطيبة. وليد عطلة جاء من بلاد الأرز من لبنان، ترعرع في ربوع عائلة تثمن الجمال والفن، حائز على الشهادة في تصميم الأزياء من جامعة شيكاغو بأمريكا. شهرته في دبي أطلقته إلى الساحة العالمية مع عروض في أوروبا، آسيا، أمريكا، كندا وأفريقيا، وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي، متواجد من خلال فروعه في قطر، الإمارات العربية، لبنان، تونس، السعودية وكندا. ولكن المفاجأة الليلة هي أن وليد المصمم العالمي وحبا بهذه الأرض الطيبة مسقط عمان، هذه الأرض الوفية، يعلن عن افتتاح دار أزياء وليد عطلة مع الفاضل مصطفى الحوقاني بتاريخ 1/1/2016. أود الإشارة إلى أن فستان الفرح الذي صممه المصمم العالمي ومصمم الخليج الأول وليد عطلة صمم أو صممه وليد لهذا الحدث الكبير، ودخل هذا الفستان كتاب جينيس مرصع ب200 قيراط من الماس ومطرز بحبوب اللؤلؤ. لدواعي أمنية سيعرض فقط هذا الفستان في دار السلطانية يوم السبت، أي طبعا بعد غد، مع حراسة مشددة. أوقات طيبة أتمناها لكم جميعا مع مجموعة وليد عطلة عروس عمان.